الملف الليبي مصنف من فئة الأوزان الثقيلة الذي لم تستطع الحكومات ولا الأجسام السياسية حمله أو حتى تحمله. فهل ارتفعت العين الليبية فوق الحاجب الدولي والإقليمي؟ أم ستبقى الأطراف فاتحة المجال للتدخل في الشأن الداخلي؟ أم أن الكف الدولي سينزل على الأزمة ليعلم على الحالة؟ رغم الوجع الذي يصاحب هز العصا الدولية والرمي الإقليمي، إصرار محلي لزيادة شدة التدخل وعدم وجود أي بوادر للوصول إلى خواتيم الملف الذي لا يبدو أنه سيقفل قريبا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من هذا المساء. قبل التطرق إلى تفاصيل موضوع حلقة الليلة، دعونا نذهب ونتابع هذا التقرير الذي سيضعنا عند أبرز محاور حلقة الليلة، ثم نعود لمناقشتها مع ضيوف الليلة. يبدو أن التطورات الأخيرة في الملف الليبي غيرت التفاهمات الإقليمية وجعلت من بعض الدول تؤكد دعمها لأطراف بعينها، ودول أخرى تعيد وجهة نظرها في الأزمة برمتها. الجزائر التي كانت تبحث مع روما الحالة الليبية، حيث يأخذان في عين الاعتبار التطابق في الرؤى بشأن التعاطي مع الأزمة ومسار الحل، إلا أن الموقف الجزائري لم يقف عند هذا الحد، بل وصفته بعض الأحزاب بالتدخل السافر في الملف الليبي، وذلك بعد اتصال هاتفي بين السفير الجزائري ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، طالب فيه بإلغاء وإنهاء نشاط المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، طلب جعل من بعض الأحزاب الليبية تصف الاتصال بالتدخل في الشؤون الداخلية بالبلاد. التفاعل الجزائري كان قد قل في الأشهر القليلة الماضية، لكن ذلك كان قبل المستجدات في السودان واجتماع القاهرة الأخير، وقبل إعلان السعودية الواضح خطواتها المتسارعة للتدخل في الملف الليبي والإقليمي، على رأسه الحالة الليبية التي تسعى لتضع موضع قدم لها في ظل تداخل دولي وإقليمي. فما هي الخطوة الجزائرية القادمة نحو ليبيا؟ وهل ستتمكن مصر من التوافق مع الجزائر كما حدث مع تركيا التي لطالما دعمت المعسكر الغربي؟ ولطالما كانت الجزائر واضحة لدعم أحد أطراف الأزمة الذي تعتبره شرعياً بالنسبة لسياساتها، هذا الدعم يقابله دعم مصري إماراتي ومؤخراً سعودي للجبهة المقابلة التي سبق هي أيضاً وأعلنت دعمها للمشير خليفة حفتر ومحاولة قلب الموازين بشكل مستمر، إلا أن الجزائر لم تعلن على الأقل تغذية الصراع الليبي عسكرياً بالرغم من احتضانها لحكومة الوحدة الوطنية وبحثت وتشاورت مع أطراف يدعمون الدبيبة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا المساء في هذه الحلقة. لمحاولة استقراء جوانب حلقتنا ينضم إلي كل من دكتور يوسف البخبخي الأكاديمي والمحلل السياسي، وأيضا دكتور باهر العوكلي أستاذ الإعلام بالجامعات في باريس، دكتور زيدان خويلف أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا السيد حمدي الحسيني الصحفي والمختص في الشأن العربي والأفريقي. أهلا وسهلا بكم. دعونا نبدأ معك دكتور البخبخي، يعني أكيد تبعت الأخبار المتداولة بخصوص الاتصال بين المنقوش والسفير الجزائري للمطالبة بحل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وإنهاء أنشطته، يعني هذا الموضوع أخذ أبعاد كبرى في الساعات الأخيرة وتناولته حتى العديد من الصحف العربية والأجنبية، يعني كيف تفسر هذا الصمت من الجهات الرسمية إلى غاية الآن بخصوص هذا الاتصال؟ بدءا تحية طيبة لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام، وكل العام وأنتم بخير. حقيقة هذا الحدث فيما يبدو يعني من في نظرة سريعة إلى السياق، هذا الحدث يبدو حدثا مفتعلا، يعني بمعنى آخر حدثا أو حدث لا حقيقة له، بمعنى أنا أستبعد كليا أن يقوم الموقف أن تسعى الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ موقف لا يتسم حقيقة بالنضج السياسي ولا بالنضج الأمني، أن تدعو لإلغاء أو لإقفال منظمة ما أو جسم ما في دولة أخرى. في تقديري الحدث مفتعل ومبرمج
إما أنه استدرجت إليه حكومة الوحدة الوطنية، أو أن حكومة الوحدة الوطنية استدرجت نفسها إلى هكذا حدث. والقضية هنا حقيقة هي إرضاء أطراف على حساب أطراف أخرى. بمعنى آخر، نحن إزاء حدث متصاعد متعلق بإنتاج جسم جديد يتعلق بالعملية الانتخابية. هناك اهتمام كبير بالأجواء الليبية وبسياقات اللحظة الانتخابية وما يمكن أن تؤول إليه مبادرة مبعوث الأمين العام. ففي التقدير يعني هناك محاولة لإرضاء أطراف، قد يكون هنا محاولة لإرضاء الطرف المصري، في محاولة طبعا لتحييد أو محاولة لإبقاء مصر على جانب، خصوصا مع ارتباطها الكلي بمجلس النواب وبالمشروع الانقلابي جملة. زد على ذلك طبعا المغرب على الجهة الأخرى، ومحاولة طبعا لإرضاء المغرب أو لإتاحة فرصة للمغرب كذلك أن يكون لها دور في العملية السياسية. ففي تقديري الحدث مفتعل. المجلس الأعلى للدولة ردة فعله أعتقد أنها كانت تصعيدا لا ضرورة له. كان من الأولى حقيقة الحفاظ على الود الجزائري وعلى دعم النظام الجزائري حقيقة للعملية الانتخابية، وعلى دعم الجزائر حقيقة على استقلال ليبيا وعلى عدم المساس بسيادتها. الجزائر موقف وإلى هذه اللحظة، وإن بدا نسبيا يعني ذو طبيعة خجولة دبلوماسيا، إلا أنه يظل موقفا جوهريا وموقفا أساسيا. طيب دكتور يوسف، أنت تصر على فكرة أنه هو يعني موقف مفتعل أو خبر مفتعل أو حدث مفتعل إن صح التعبير، مستهدف في عدة دول تصطف إلى جهة معينة في الأزمة الليبية. يعني هذا الخبر أو هذا الحدث بحد ذاته يعني مفتعل من قبل من؟ إذ ما كانت يعني الجزائر يعني توجهاتها السياسية في ليبيا معاكسة تماما للمغرب ومصر. يعني الاتصال حدث من قبل الخارجية الليبية مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بخصوص الدعوة إلى ما يعني نقل ما حدث من محاورة مع السفير الجزائري. أنا في تقديري الحدث افتعل في الخارجية الليبية. بمعنى آخر، إما أن الخارجية الليبية افتعلت هذا الحدث لسبب آخر لإرسال رسائل لأطراف معينة في المحيط الإقليمي وتحديدا مصر أو المغرب، أو أن الخارجية الليبية أو حكومة الوحدة الوطنية استدرجت لهكذا حدث من قبل أطراف معينة. فهي في الوقت الذي لا يضر هكذا حدث من علاقتها مع الجزائر نسبيا، ولكنه في نفس الوقت يضيف إلى علاقتها أو محاولة طمأنة الأطراف الأخرى. ولكن في تقديري إدخال الجزائر في هكذا اشتباك حقيقة أمر شديد السلبية. طيب خلينا ناخذ كل ما ذكرته دكتور يوسف إلى دكتور باهر العوكلي، أستاذ الإعلام بجامعة طبرق، عذرا على الخطأ اللي كان في بداية دكتور باهر، ونتمنى لك أنك تكون أستاذ الإعلام في الجامعات الدولية. يعني دكتور يوسف قال أن هذا الخبر مفتعل، وربما الحكومة أو الحدث مفتعل، أو ربما الحكومة أو حتى الخارجية الليبية افتعلت لإيصال بعض الرسائل للمحيطين بالملف الليبي. يعني ما مدى صحة اليوم خبر الاتصال وحل المجلس حسب رأيك؟ وأيضا ما الخطر الذي يشكله مكون من مكونات ليبيا على الجزائر؟ وهل هناك حتى دوافع سياسية وراء هذا الطلب إن كان صحيح؟ بداية مساء الخير لك أستاذ العزيز ولضيوفك الأكارم ولجمهور قناتكم الغراء وللفريق الفني المصاحب لك. لا شك بأن خبرا بمثل هذا الحجم من دولة شديدة التأثير في المشهد الليبي، والتي تعد إحدى العوامل الرئيسية لاستقرار ليبيا في حالة كانت هناك إرادة دولية، يمثل عدة تساؤلات. أولا، التساؤل عن مدى صحة الخبر أو المستوى السياسي والدبلوماسي الذي على أساسه تم التواصل مع الخارجية الليبية أو مع الدولة الجزائرية من خلال إيصال هذه الرسالة. هذا من الجانب الأول. الجانب الثاني الذي ينبغي أن نستقرئه من خلال منهج تحليل المضمون، لماذا هذه الرسالة في هذا التوقيت، وما هو الهدف، ومن هي الأطراف الفاعلة التي وصلت
هذه الرسالة بهذه الطريقة السمجة التي دفعت، دعنا نقول هكذا، مجلس الدولة وأطراف أخرى إلى أن يعني يكون ردها شديد العنف، دعنا نقول في علم الأعراف الدبلوماسية والتواصل الدولي. أحدثك الآن من مدينة تراغن في أقصى الجنوب الليبي، ونحن نعي جيدا كيف أن المكونات الليبية بأجمعها، ليس الأمازيغ وحدهم، لديهم كيانات ولديهم امتدادات طبيعية وعرقية في عديد المناطق والدول المجاورة، سواء في الجزائر، في تونس، في تشاد، في النيجر، وهذا شيء طبيعي من خلال تتبعنا لعلم الهجرات البشرية على مستوى العالم، يعني ليس الأمر في ليبيا وحدها، ولكن هنا وتحديدا في منطقة الجنوب والمحيطة المتاخمة للجزائر وتونس، هناك توترات عرقية تحدث بين الفينة والأخرى. ينبغي علينا كليبيين بجميع تركيباتنا، هنا أقصد الليبيين جميعا، يعني أن ننأى بأنفسنا وبحكوماتنا عن هذه الصراعات. النقطة الأشد أهمية هنا من وجهة نظري، والتي ينبغي أن نركز عليها من خلال شرحنا واستقرائنا لهذا الحدث وإيضاحه لجمهور الرأي العام، لكي نخلق رأي عام مستنير قادر على أن يوجه اتجاه الأحداث في اتجاه الصحيح، أنه ينبغي أن تؤخذ الأمور على تعلاتها، لا ينبغي أن تعطى فوق حجمها، سواء كان الخبر صحيحا أو على مستوى دبلوماسي أشد رفعة أو أقل قيمة، هذا كله لا يعنينا. ما يعنينا هنا هو المبدأ الرئيسي الذي يحكم علاقة الدول ببعضها، مبدأ عدم التدخل والحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلي. أنت الآن دولة صغيرة وتحت البند السابع، وهناك أطراف عديدة متدخلة في المشهد الليبي. ماذا هو من صالحنا؟ من صالحنا نحن كشعب ليبي أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لإجراء انتخابات تنهي هذه الانقسامات وتساهم في إيقاف الانسداد السياسي. هذا الموضوع خطير، وينبغي أن تطلع الخارجية في بيان صحفي حقيقي لتوضح الأمر، لأنه يمس أحد المكونات الرئيسية في هويتنا الليبية. وينبغي أيضا أن يستطلع السياسيون والمفكرون كيف حدث ذلك، ومن سمح لأي دولة كانت، مع احترامنا وتقديرنا للشقيقة الجزائر، أن تدخل في هذا الموضوع، ما هي المصلحة منه؟ طيب، لماذا برأيك إلى غاية الآن الخارجية الليبية لم تخرج وتوضح، تنفي أو تؤكد يعني هذا الحدث؟ طبعا أنا كرجل مختص في الإعلام وأدرسه بالجامعات الليبية، أعيب على كل أجهزة الإعلام التابعة للأجهزة الحكومية تحت كلها، وليس وزارة الخارجية استثناء في ذلك. فنحن نعي جيدا كيف أن العالم أجمع بما فيها الدول العظمى والقوية والمتماسكة تستخدم الإعلام استخداما واقعيا لشرح الأحداث للشعب والشفافية والحكم الرشيد وما إلى غير ذلك. نحن للأسف يعني حتى أجهزة الدولة تمر بغموض وبضعف وقصور في وسائل إعلامها. لماذا؟ لأنهم لا يستخدمون أهل الاختصاص، بل يستخدمون أهل الولاء، مع احترامنا طبعا وتقديرنا لكل من يعمل في جهاز إعلامي في الدولة، لكن موضوع هذا لا ينبغي أن يترك إلى هذه اللحظة ليكون مثار جدل ويقلب عليك أحد مكونات الطبيعية للشعب. طيب دكتور، خلينا نشرك معنا أيضا السيد حمدي الحسيني من مصر، الصحفي المختص في الشأن العربي والأفريقي، ولكن قبل ذلك خلينا بس ننوه أن من المفترض أن يكون معنا دكتور زيدان خويلف من الجزائر، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وكان معنا حتى قبل الحلقة ولكن فقدنا الاتصال به قبل الحلقة بدقائق بدون أي تبرير أو توضيح، أو ربما حتى يكون تراجع عن هذه المشاركة، لا نعلم حقيقة. ولكن خلونا ننتقل لمصر مع السيد حمدي الحسيني، الصحفي المختص في الشأن العربي والأفريقي. سيد الحسيني، هناك من رأى أن هذا الخبر هو إشاعة متعمدة وراءها أغراض سياسية، يعني بداية هل توافق هذا الطرح؟ وأيضا من المستفيد؟ إذ ما تحدثنا على الاستفادة من هذا الحدث من زعزعة العلاقات الجزائرية الليبية وحتى تأليب الرأي العام، خاصة أن الأمازيغ يعني مكون مهم في البلاد وأيضا في شمال أفريقيا ككل. بداية مساء الخير عبد السلام، ومساء الخير على كل الضيوف وكل المشاهدين
في كل مكان. الحقيقة بالفعل يعني أنا بتفق مع أغلب الآراء اللي طرحت حول هذه القضية، إنها قضية يعني بسيطة ولكن تم التركيز عليها بدرجة أكبر، ربما أعطيناها أكثر من حجمها. يعني حتى الآن لم يتضح ماذا قال السفير الجزائري لوزيرة الخارجية الليبية، ما هو طلبه بالتحديد. لا يوجد توضيح شامل وكامل حول، ربما أعتقد يعني أن السفير الجزائري ألمح أو أشار أو يعني ربما في حديث عابر، لا نعلم. سيد حمدي بس ولكن التوضيح أن المطلب كان واضح، اللي هو حل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وهو مكون يعني مهم في شمال أفريقيا وليبيا أيضا، يعني باعتبار أنه هو جزء من نعم. لا نستطيع تحديد طلب السفير الجزائري بالتحديد، لأنه هو ما تردد أو ما نشر قليل أو مجرد يعني مقتطفات، ولا يوجد تفصيل عما طلب، لأنه بالتأكيد الجزائر موقفها معروف، يعني من خلال حتى يا إما المواقف الرسمية اللي احنا بنتابعها أو موقف الرئيس الجزائري نفسه عبد المجيد تبون، وفي أكثر من مناسبة وأكثر من لقاء الحقيقة عبر عن رغبته في احترام إرادة الشعب الليبي ودعمه لإجراء الانتخابات التي ستسفر عن ممثلين شرعيين للشعب الليبي. وقال في أكثر مناسبة حتى يعني موجودة هذه التصريحات، أنه سيحترم إرادة الشعب الليبي ويحترم ما تسفر عنه الصناديق، صناديق الانتخاب. فبالتأكيد يعني مش عايزين نكبر الموضوع، لأن زي ما تفضلتوا أن الجزائر دولة كبيرة، دولة شقيقة، دولة جارة، دولة بتتابع زيها زي دول الجوار الليبي، بتتابع ما يجري داخل ليبيا بدقة يعني وبتتابع دقيق جدا، لأنه ما يحدث في ليبيا أو يعني إذا انفرط الأمن ويعني حدث لا قدر الله انهيار للأمن في ليبيا، بالتأكيد تأثيره كما نرى في السودان تأثيره سيكون مدوي على دول الجوار. فبالتأكيد متابعة الدولة الجزائرية لما يجري في ليبيا هذا أمر طبيعي يعني، وليس تدخلا في شأنها. أما أن يكون هناك مطالبة كما يعني يقول الخبر، بالتأكيد أعتقد أن السفير الجزائري لا يمكن أن يفرض شيئا على نحن في انتظار توضيح سواء من السفير الجزائري أو حتى من الخارجية الليبية التي إلى غاية الآن لم توضح، سواء كان بمؤتمر صحفي أو حتى عن طريق خبر نشرتها على صفحتها الرسمية. دعنا نعود للدكتور يوسف البخبخي. دكتور، يعني لو ناقشنا وضعية الأمازيغ في الجزائر، يعني يشكلون التناقض مع سياسة الدولة برأيك؟ وهل يشاع عن الهلال الأمازيغي المغاربي بين ليبيا والجزائر والمغرب يعني يستحق القلق فعلا، أم هي مبالغات على الأغلب؟ أبدا، هذه حالة مفتعلة كليا. الحالة الأمازيغية في الفضاء المغاربي هي حالة هوية، حالة لغة، حالة ثقافة، لا تتعدى ذلك. والفضاء الأمازيغي في يعني نمو حسه الثقافي، الحس بالخصوصية بالذات، هذا حقيقة لا يتجاوز الحالة الحدودية القائمة، بمعنى دولة المغرب أو دولة الجزائر أو دولة تونس أو دولة ليبيا. هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذا التصاعد في الرقي بمعنى الهوية في هذه المنطقة لا يمس حقيقة هذه الكيانات أو هذه الانتماءات الوطنية. المغربي لازال مغربيا، أمازيغيا كان أم عربيا، الجزائري كذلك عربيا كان أم أمازيغيا، كلنا محاصر ضمن هذه الحدود الوطنية، وكلنا مرتبطون بهذه البناءات الوطنية. نحن في هوياتنا لا نتجاوز حقيقة الأمر الانتماءات الوطنية، ولكن سؤال الهوية. والآن حقيقة الحكومات عموما مع كل المآخذ على كل الأنظمة، بدءا من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا، في كيفية استجابتها لسؤال الهوية، إلا أن الانتماءات
لا زالت انتماءات وطنية ما لم تدركه هذه الحكومات، وإن كان هناك طبع إدراك يتصاعد وبشكل بسيط أن هذه الهويات في المنطقة هويات مركبة. بمعنى آخر، لا نستطيع الحديث اليوم عن ليبيا بوصفها حالة عربية مطلقا. ليبيا هوية مركبة، هوية لها خصوصيتها التاريخية، ليبيا يمتد تاريخها إلى ما قبل الفتح الإسلامي، نتحدث عن الجرمنت، نتحدث عن البونيقية، نتحدث عن اللغة الأمازيغية الضاربة في عمق التاريخ، نتحدث عن هذه الأحرف المتناثرة، نتحدث عن قرزة في بني وليد. فهذا التاريخ يحدثنا أن الهوية الليبية هوية مركبة وليست هوية عربية بالمعنى المطلق، بل هي هوية يتداخل فيها العربي على الأمازيغي على التبوي في حالة من التراكم لتصنع هوية ليبية. وكذلك الحالة التونسية والحالة الجزائرية والحالة المغربية، الأنظمة استجابتها للأسف بطيئة، واستجاب البطء الاستجابة هذا هو ما أحدث توترات ثقافية وقد تأخذ أحيانا أبعادا عرقية جراء تصلب الأنظمة. يعني حتى الخطوات التي اتخذت في الجزائر والمغرب على صعيد التصحيح الدستوري بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، ولكن على صعيد القانون وعلى صعيد الإجراءات لا زالت الخطوات بعيدة. ولذلك من الخطورة بمكان اليوم اللعب بهذه الورقة. الحالة الأمازيغية، وكما عبر بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هي حالة ثقافية بحتة وليست بحالة تسعى لبناء أو تصطادي في الماء العكر في الأجواء الإقليمية. وتوظيف هذه الورقة أمر شديد الخطورة. ولذلك أنا لومي بالدرجة الأولى حقيقة على حكومة الوحدة الوطنية بأنها اقتربت من ورقة شديدة الحساسية. طيب تحدثت عن أن هذه الحلقة الورقة يعني شديدة الحساسية، برأيك هل يمكن توظيف هذه الورقة الثقافية كما وصفتها لتكون يعني ورقة سياسية أو حالة سياسية؟ طبعا من الممكن التصعيد. أنت عندما ترسل رسالة كهذه إلى المجلس الأعلى، المجلس الأعلى يصعد في الجانب الآخر ويحدث مثلا حالة من التوتر. أنت بهذه الطريقة أحدثت تواثرا ثقافيا عرقيا أنت في غنى عنه. هذا الأمر لا يمس حقيقة دولة الجزائر بقدر ما يمس الكيان الليبي في داخله، إحداث أي توتر عرقي له مضاعفاته. نحن في غنى عن هكذا ممارسات وهكذا تكتيكات رديئة حقيقة الأمر. والخارجية الليبية كان الأولى بها إذا كان لديها إشكالية مع النظام الجزائري أو تسعى لإرضاء أطراف إقليمية سواء كانت مصر أو المغرب، كان الأولى بها حقيقة أن لا تقترب من اللعب بهكذا ورقة. هذه ورقة شديدة الخطورة. إذا المغرب ذكرت المغرب دكتور يوسف البخبخي، سأعود معك، ولكن خليني ننقل بس نقطة المغرب لدكتور باهر العوكلي. دكتور، يعني بمجرد انتشار هذا الخبر الغير مؤكد إلى غاية الآن، يعني الصحف المغربية تناولت الخبر وشنت هجوم على الجزائر وعلاقة الجزائر بالملف الليبي، والهجوم كان شرس حقيقة من الصحف المغربية على الجزائر. يعني اليوم يعني ما علاقة يعني الخارجية الليبية بهذا الحدث إن صح الخبر، وكما قيل أن المغرب هي من وراء نشر هذا الخبر، وباعتبار يعني أنه هو المستفيد الوحيد كما تقول أيضا هذه الاتهامات بأن المغرب هي وراء نشر هذا الخبر؟ طبعا نحن ندرك جيدا أن هناك تناقضات واضحة ما بين السياسة المغربية والجزائرية في عديد الملفات، ليس في مقدمتها الملف الليبي فقط. هذه الصراعات الناتجة منذ تفجر قضية الصحراء وغيرها من الأمور التي تعد مثار جدل ونفور ما بين القطبين الكبيرين في المغرب العربي، والتي عرقلت إلى الآن جهود بناء مغرب عربي موحد قادر على أن يكون ذا شوكة في موازين السياسة الدولية. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا الذي ينبغي أن ننظر إليه، كيف أن المغرب تعتبر اللغة الأمازيغية إحدى اللغات الرسمية وتدرس، وكذلك في الجزائر أيضا بنسبة ما. ولكن السؤال يعني من وجهة نظري
لا ينبغي أن يكون ما شأن التضارب المغربي والجزائري، فنحن نعي جيدا هذا التنافر والصراع على موضوع الصحراء وغير ذلك. ما علاقتنا وما هو المسبب لكي تتدخل المغرب في محاولة لصد تدخل الجزائر في قضية تتعلق بأمازيغ ليبيا؟ التساؤل هكذا ينبغي أن يكون فيما يتعلق بنا نحن. فالصراع نحن ندركه ونعي جيدا أبعاده، ونعرف كيف أن هناك التنافر وصلت بالفترة الماضية إلى قطع العلاقات وإيقاف الطائرات وغيرها من الأمور. يعني نعرفها كلنا، هذه ليست بخافية عن أحد، ولم يتورع الحكومتين في البلدين على القيام بها، لا يلوون ولا يخافون في ذلك لومة لائم. ولكن ما علاقتنا نحن، وكيف أن قضية أمازيغ ليبيا تستغل من هاتان الدولتين لمحاولة بتسجيل نقاط من جانب على آخر ودون ما مراعاة لوضعنا ولحساسية الظرف الذي نمر به؟ هذه هي المشكلة. والمشكلة الأخرى، ما هو موقف الأجهزة الرسمية وعلى رأس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة؟ طيب خليني طيب دكتور باهر، خليني نكون مباشر معك أكثر، بحيث أن احنا بلكي نوصل لمعلومة من وراء هذا التساؤل. يعني هل فعلا من مصلحة المغرب قطع العلاقات الجزائرية الليبية بحيث لا يكون هناك علاقات دبلوماسية أو حتى ممكن اقتصادية بين ليبيا والجزائر؟ طبعا نحن نعي جيدا كيف أن بعد أن تولى الحكم في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون، أصبح الجزائر الثقل الأكبر في موازين السياسة في المغرب العربي، بل في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وخصوصا بعد الانتصارات التي حققها الجيش الجزائري على المجموعات المسلحة في مواقع النفط وغيرها وفي الصحراء. المغرب أيضا تسعى لتكون فاعلة في الملف الليبي من خلال اجتماعات، سلسلة اجتماعات، وليس آخرها اجتماع بوزنيقة والاجتماعات التي يرعاها السيد بوريطة وزير خارجية المغرب باستضافة الأطراف الليبية. ولكن في الفترة الماضية بدأت الجزائر لتي تستعيد مكانتها وتعي جيدا كيف أن ليبيا هي امتداد استراتيجي وجيو عسكري للجزائر، فالجماعات المسلحة التي قد تنفلت عقدها وتدخل إلى الجزائر تشكل خطرا مباشرا على الأمن القومي الجزائري. ولكن المغرب من مصلحته بطريقة أو بأخرى أن يكون فاعلا أيضا، رغم عدم وجود حدود مباشرة. إذن صراع المصالح حول العلاقات المغربية الجزائرية بما يخص ليبيا. ابقى معنا دكتور باهر ودكتور يوسف البخبخي وأيضا سيد حمدي الحسيني. مشاهدينا ابقوا معنا، نذهب فاصل ومن ثم نعود لاستكمال حلقة الليلة من هذا المساء للحديث عن زيارة وزير الدفاع الإيطالي للجزائر خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تكون الملف الليبي ضمن أهم النقاط التي ستناقش بين وزير الدفاع الإيطالي في زيارته للجزائر. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا فيما تبقى من حلقة الليلة من هذا المساء للحديث في هذه الجزئية عن زيارة وزير الدفاع الإيطالي إلى الجزائر وما هي الملفات التي سوف تناقش. نعود إلى مصر مع السيد حمدي الحسيني الصحفي المختص في الشأن العربي والأفريقي. سيد الحسيني، من المقرر أن يجري وزير الدفاع الإيطالي زيارة للجزائر خلال الفترة المقبلة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية. الملف الليبي سيكون من أهم المواضيع التي سيتم تناولها خلال هذه الزيارة، ونعلم أن الجزائر وإيطاليا في محور واحد مع تركيا فيما يخص قضية النزاع في ليبيا. هل نستطيع القول أن هذه الزيارة من شأنها تقريب وجهات النظر بين مصر والجزائر وتوحيد الموقف تجاه ليبيا؟ الحقيقة يعني الملف الليبي دائما ما هو مطروح أمام أي محادثات بين الدول الجوار أو الدول الأوروبية المشاطئة للبحر المتوسط والتي تراقب بدقة ما يجري في ليبيا. كما نعلم أن الهاجس الأوروبي والهاجس الإيطالي تحديدا كبير جدا وعالي جدا، ومخاوف هائلة من الهجرة غير الشرعية التي كل يوم طبعا بتجسد إرادة الليبيين هو صندوق الانتخابات. فبالتأكيد إذا تمت يعني عملية الموافقة أو التوافق
بين دول الجوار سواء كانت بين مصر والجزائر أو بين الجزائر والمغرب برغم البون وبرغم التباعد الكبير والاختلاف الكبير بين. طيب على سيرة هذا الاختلاف فيما بين الجزائر ومصر سيد الحسيني، اليوم برأيك باعتبار أن هناك اختلاف كما ذكرت بين مصر والجزائر فيما يخص الملف الليبي، هل من شأن اليوم زيارة وزير الدفاع الإيطالي إلى الجزائر أن تقرب فعليا وجهات النظر بين الجزائر ومصر ليكون لدول الإقليمية أو دول الجوار رأي أو خطوة فعلية في الملف الليبي؟ لا، أنا أظن أن حجم الخلافات بين مصر والجزائر ليس كبيرا. يعني هناك رغبة جزائرية بأن يحدد الشعب الليبي إرادته ويختار من يحكمه أو من يصل إلى سدة الحكم، وهذا أرض أيضا يعني مطلب أو على الأقل أحد ما تدعو إليه السياسة الخارجية المصرية سواء من خلال البيانات أو من خلال الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. فبالتأكيد ربما الفوارق بسيطة وليست كبيرة، يعني هناك أكثر من نقاط للتقارب وهي أكثر من نقاط الخلافات. فالخلافات ربما ترتبط بدعم مصر لبعض القوى سواء في الشرق أو في مناطق معينة من الأراضي الليبية، ولكن هذا أيضا لا يمثل أمر خطير أو أمر كبير، لأن كل دولة بتنظر لما يحدث في ليبيا من منظورها الأمني أو من منظورها المصلحي أو الذي يعني يحدد مصالحها المباشرة. طيب. فبالتالي إذا أرادت مصر أن تبسط الأمن في منطقة الشرق وتعتقد أن يعني تأمين الحدود الغربية لمصر أمر مهم وحيوي، لأنه زي ما تذكر زمان تعرضت الأراضي المصرية لأكثر من عملية إرهابية كان أبطالها قادمين من 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 ليبيا. فبالتأكيد هذا الهاجس الأمني عالي جدا عند مصر. إذن كما ذكرت سيد الحسيني، يعني أن الخلاف بين أو الاختلاف في خصوص الملف الليبي بين الجزائر ومصر ليس كبير، يعني وهناك حتى نقاط تقارب كما ذكرت. يعني خلينا نمشي بهذه النقطة للدكتور يوسف البخبخي. دكتور يوسف، يعني بداية هل توافق على ما ذكره سيد حمدي الحسيني بما يخص العلاقة الجزائرية المصرية واليوم بين الجزائر وإيطاليا البلدين القريبين جغرافيا لليبيا والمنخرطين حتى في الملف الليبي، برأيك ما هي أبرز النقاط المشتركة التي سيتم نقاشها وما أهمية حتى الملف الليبي بالنسبة للبلدين؟ الخلاف بين الجزائر ومصر حقيقة ليس خلافا بسيطا أو سطحيا، هو خلاف جوهري. الجزائر ومصر تقف على تناقض أساسي فيما يتعلق بليبيا. الجزائر حريصة على استقرار ليبيا وعلى سيادتها، مصر على النقيض من ذلك. مصر إذا ما كان هناك دولة حقيقة تمارس دورا هجميا في ليبيا وفي هذا الفضاء، والآن تجني تبعات هذا الدور العبثي الذي تقوم به هي مصر، هي النظام المصري. عندما نتحدث عن النظام المصري نتحدث عن المشروع الانقلابي، نتحدث عن حفتر، وعندما نتحدث عن حفتر نتحدث عن الفاغنر. الفاغنر اليوم تقوم بدعم حميدتي، حفتر يقوم بدعم حميدتي وما يسمى بقوات الدعم السريع بالسلاح وبالنفط. مصر اليوم تصرخ، مصر اليوم على جنوبها بلا تقترب المخاوف والهواجس الأمنية، ما زرعته في ليبيا اليوم ينتقل إليها من جنوبها. مصر حقيقة هي الدولة العابثة، الدولة التي تمارس دورا تخريبيا حقيقة. الجزائر اليوم حتى انخراطها في المشهد الليبي هو في محاولة لإحداث بعض التوازن، وللأسف هو انخراط خجول، ولكنه يظل محاولة لإحداث بعض من التوازن لخوفا من الاقتراب المصري من الحدود الليبية الجزائرية. إيطاليا في حقيقة الأمر أحرص على استقرار ليبيا من النظام المصري. إيطاليا حريصة على الوصول إلى هذا الوقود، الوصول الغاز
الجهاز الليبي إلى أراضيها، وبالتالي استقرار ليبيا بالنسبة لها قضية جيوستراتيجية لا مجال للمساومة فيها، خصوصا مع انتشار الفاغنر واتخاذهم ليبيا كمحطة للانقضاض على دول القارة الإفريقية الأخرى، وها هم اليوم في السودان أو في دعم أطراف معينة في السودان. مصر حقيقة اليوم من خلال ما يحدث في السودان تجني عبثها بأمنها القومي، والذي هو لن يتحقق إلا بتحقق الأمن القومي لليبيا وباستقرار ليبيا. مصر للأسف هي علة الأزمة لدينا، وهي جوهر الكارثة لدينا، ومصر ليس لديها مصالح في حقيقة الأمر في ليبيا. حتى تكون الصورة واضحة، مصر لديها مطامع، وآن لها حقيقة أن تستيقظ وأن تعي وأن يعي عقلاؤها، وأن يقطعوا يد المخابرات العامة وعباس كامل وعمر نظمي وتلك الزمرة من جنرالات العسكر من قاصري العقل وقاصري الرؤية. حقيقة ما أحدثوه في ليبيا هو دمار ذريع، ويجب إيقاف وإنهاء هذا المشروع الانقلابي حتى تأخذ ليبيا طريقها إلى الاستقرار. ولذلك أنا أرى أي مقاربة إيطالية أو جزائرية في حقيقتها ستؤدي إلى دفع أو تدفع بشيء من الدعم لحالة الاستقرار في ليبيا. أما مصر على الجهة الأخرى فهي على النقيض. ولذلك أنا يعني حقيقة شديد النقد لما قامت به الخارجية الليبية من محاولة للعب بالورقة الأمازيغية في استفزاز للجزائر. وما يجب الانتباه إليه إن أي استفزاز للحالة الأمازيغية في ليبيا، وهذا أمر يجب كذلك أن تعيه كل دول المنطقة، ستتأثر به الحالة الأمازيغية في الجزائر، ستتأثر له كذلك الحالة الأمازيغية في المغرب. دكتور، في غنى عن هذا كله. نعم، ذكرت نقطة مهمة هي موضوع الملف السوداني وعلاقته بالأمن القومي الليبي والمصري ودول الجوار. دكتور العوكلي، هل تعتقد أن المستجدات في تداعيات وانعكاسات ملف السودان وتأثيره على منطقة الساحل والصحراء دفع وزير الدفاع الإيطالي لزيارة الجزائر؟ طبعا ليبيا ستكون من بين أهم نقاط النقاش للتعاون الأمني. هل تتفق بأن هذا من أحد الأسباب لزيارة وزير الدفاع الإيطالي للجزائر؟ طبعا ما يهم إيطاليا والشاطئ الأوروبي بالكامل بالدرجة الأولى هو إيقاف موجات الهجرة التي بدأت تتصاعد تدريجيا من السودان في اتجاه الشواطئ الأوروبية في ظل الصراع الموجود حاليا. ولكن دعني هنا قبلها أسجل اختلافي مع زميلي وأخي الدكتور يوسف فيما يتعلق بطرحه عن مصر. فمن وجهة نظر المتواضعة، والاختلاف في الرأي لا يفسد ود قضية، بالعكس مصر أحد الدول التي تسعى بصورة أو بأخرى بكل ما أوتت من قوة لكي يستقر الوضع الليبي، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على أمنها، كما تؤثر أيضا على الجزائر وعلى كل دول الطوق الليبي. هذا من جانب. أما فيما يتعلق بمصلحة الإيطاليين، نحن نعي جيدا أن إيطاليا دولة كانت دولة محتلة لليبيا، ولا زال بعض من سياستها ينظر لليبيا وكأنها أحد مناطق النفوذ الإيطالي. هذه حقيقة سياسية لا يستطيع أحد أن ينكرها، وخصوصا في ظل وجود خط الأخضر الغاز الذي يغذي إيطاليا ويقيها مشكلة أوكرانيا ونقص الغاز والنفط التي بدأت تتصاعد في الأفق أيضا. ولكن في ظل عدم وجود جيش قوي متحد وشرطة قادرة على صد هجمات الهجرة غير الشرعية، بالتأكيد الإيطاليين من مصلحتهم أن ينسقوا مع كل جيران ليبيا، ليس الجزائريين فقط بل الجزائر ومصر وتونس. ونحن نتذكر منذ 3 أيام فقط أعلنت تونس عن 300 جثة قادمين من الشواطئ الليبية كانوا في اتجاههم إلى أوروبا، وظل بهم طريقهم للقارب وقضوا حدفهم أمام السواحل التونسية. فبالتأكيد الملف الليبي حاضر في أي مباحثات لإيطاليا مع دول الجوار على اعتبار مصالحها النفطية واللوجستية أيضا، ومحاولة صد. لازلنا نتذكر عملية آيا صوفيا التي ليس الهدف منها حماية الشواطئ الليبية من تسرب الأسلحة سواء من تركيا أو من غيرها، بل
حماية شواطئ أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين. نعم. فنحن نعي جيدا كيف أنهم ينكرون الهجرة غير الشرعية، ولكنهم عن طريق منظمات للأسف تعمل بقوة داخل ليبيا من خلال التنصير والتهجير وغيرها من المآسي التي يعاني منها الشعب الليبي. طيب خلينا نعود إلى مصر دكتور باهر مع سيد الحسيني. سيد الحسيني، الملف الليبي يمثل مساحة مشتركة لإيطاليا والجزائر، يعني بحيث ينخرط البلدين بشكل قوي في الأزمة الليبية، ومن المتعارف عليه أيضا أنهم في محور واحد مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. هل تساعد برأيك هذه التحالفات في حل القضية الليبية أم تزيد في تعقيدها برأيك؟ يعني بداية اسمح لي بس أعلق تعليق بسيط على ما تفضل به الدكتور يوسف حول مطامع مصر، أو ما ذكره حول مطامع مصر في ليبيا. وأنا يعني لست هنا بصدد الدفاع أو الحديث عن نيابة عن الدولة المصرية، ولكن أنا عايز أقول بس تعليق بسيط أن مصر أكثر الدول تضررا من استمرار الفوضى في ليبيا، وأكثر الدول خسارة سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو غيرها. وتعلم ويعلم الدكتور يوسف وغيره أن مصر تسعى جاهدة إلى بسط الأمن والاستقرار بكل السبل، سواء كان هذا بدعم المفاوضات أو استضافة بعض الأطراف كما رأينا في 5+5 وغيرها من الجولات المتعددة. أعتقد أن الدكتور يوسف كان يعني غير موفق في كيل الاتهامات الكبيرة والخطيرة لمصر، وأعتقد أن ده يعني مبالغ فيه قوي هذا الاتجاه. قد يكون هناك إخفاقات وهذا أمر موجود في كل السياسات، ولكن ليس بهذا الحجم الذي ذكره، وليس هناك أطماع على الإطلاق. مصر دائما سياستها طول العمر يعني أو طول التاريخ لا يوجد لها أطماع لا في السودان ولا في دول الجوار الأخرى، ليبيا أو غيرها. فبالتأكيد يعني أي جهد من أجل بسط الأمن والاستقرار وتشكيل وحدة أو تشكيل حكومة منتخبة، أظن أن ده هدف مصري أصيل. طيب هذا هدف مصر. طيب برأيك هل الهدف من وراء التنسيق بين إيطاليا والجزائر هو حل القضية الليبية أم ربما سيزيد هذا من تعقيد الأزمة؟ أنا تقديري الشخصي أن بعض الأطراف الخارجية عموما سواء من دول الجوار أو من غيرها أو من أوروبا أو الولايات المتحدة ليس لديها نية خالصة لحسم الأمر ويعني تهدئة الأوضاع في ليبيا. أعتقد أن هم ربما يؤجلوا هذا الأمر قليلا إلى أن يعني يحدث نوع من يعني التبريد للقضية الليبية، لأن الموقف في ليبيا بسيط وسهل، أن يكون هناك دستور ثم إجراء انتخابات. نعم. أعتقد أن دي مدخل بسيط جدا إذا أرادت، إذا توفرت الإرادة الدولية أو الأممية بشكل جاد وصريح بدعم من الإرادة الداخلية، أعتقد أن سهل جدا حل القضية الليبية. لأن كما نعلم جميعا وتعلم سيادتك أن ليبيا بلد متآلف ولا يوجد فيه طوائف ولا يوجد، حتى بالرغم من الحديث عن الأمازيغية وغيرها، وهذه قضايا فرعية. الاختلاف الثقافي والاختلاف العرقي بسيط في ليبيا ولا يشكل أي أزمة كبيرة، ولا يشكل حتى صراعا على السلطة أو صراعا كبيرا بين أبناء الشعب الواحد. نعم دكتور يوسف، في دقيقتين يعني نختم معك هذه الحلقة. لاحظنا في الآونة الأخيرة عودة تدريجية للعلاقات المصرية الجزائرية التي كانت تتسم بالبرود. كيف سيؤثر هذا على الوضع في ليبيا؟ وأيضا هل لتركيا يد في مبادرة عودة العلاقات؟ العلاقات مصر تعود إلى كثير من الدول بقدر كبير من البرود، يعني بمعنى آخر حتى لو نظرنا إلى التقارب المصري التركي لازال تقاربا باردا. مصر هي التي
يعني صنعت جدارا دون تركيا ومحاولة التواصل فيما بينهما في ذات الوقت الذي تركيا سعت فيه لإصلاح علاقاتها مع السعودية والإمارات. مصر كانت ممتنعة إلا بعد مجيء مبعوث الأمين العام الجديد ومبادرة مبعوث الأمين العام الجديد وإحاطته، وبدأت مصر في التحرك المتسارع والجنوني في حقيقة الأمر لمحاولة لبناء جسر للتواصل مع تركيا. الإشكالية حقيقة أن مصر لا ترى في ليبيا مكانا لطرف آخر غيرها. بمعنى آخر، مصر معنية بصناعة نفوذ وتهيأ لها أن هذه فرصتها التاريخية من خلال دعم هذا المشروع الانقلابي، مشروع حفتر، ومن خلال جملة من عملائها على صعيد على رأسهم رئاسة مجلس النواب، وأن هذه فرصة تاريخية لها لبناء نفوذ ولبناء محاولة لإخلاق خلق حالة من التابعية لشرق ليبيا، عساه أن يكون في على غرار جزيرة القرم في روسيا أو أبخازيا في جورجيا. مصر حقيقة تتحرك في خط تآمري شديد الخطورة، يمس التوازنات ويمس الحدود ويمس الجيوستراتيجية، وبالتالي محاولاتها في حقيقة الآن لبناء بعض العلاقات الباردة هي محاولة في حقيقة الأمر لاحتواء مبادرة مبعوث الأمين العام وقلب الموازين في المنطقة. إذن مصر تحاول احتواء مبادرة المبعوث الأممي العام إلى ليبيا عبد الله بتيلي بما يخص الملف الليبي. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف البخبخي الأكاديمي والمحلل السياسي، دكتور باهر العوكلي أستاذ الإعلام بجامعة طبرق، وأيضا سيد حمدي الحسيني الصحفي المختص في الشأن العربي والإفريقي. الشكر موصول أيضا إليكم مشاهدينا، على أمل لقاء بكم في حلقات قادمة. لوقت يكون بخير، تنميرت. رصدت شبكة رصد الجرائم الليبية في 18 من شهر أبريل الماضي اعتقال 5 أعضاء من حزب معا من أجل الوطن، من بينهم رئيس الحزب صالح الزروك و4 أعضاء آخرين من الأمانة العامة للحزب، من قبل عناصر مسلحة تابعة للإدارة العامة للبحث في مدينة